ريف دمشق مدينة هربين. صار قوم بجولة ميدانية في أحد الشقات، هذه قصفت في راي الميج والصواريخ الفراغية من قبل العصابات الأسدية. هذه البيوت الآمنة التي تقصف يوميا منذ أكثر من 90 يوما في مدينة العربية. هذه السيارة وكمان حسبي الله ونعم الوكيل. الله أكبر. ريف دمشق مدينة عربين، هذا ما خلفته العصابة الأسدية. حسبي الله ونعم الوكيل.